نعم بالتأكيد عدي، هناك أزمة اقتصادية تعم على المنطقة، وخصوصا بعد الصراع الروسي الأوكراني، وبعد أن خربت أحوال الأسواق ومسائل المعادن والطاقة أيضا باتت في خبر كان. اليوم إقليم كردستان يريد أن يكون جزءا من سوق الطاقة وبقوة، وخصوصا في مسائل تتعلق بالغاز. قبل أيام أيضا تعرض حقل كورمور إلى قصف، وهذه المسألة أيضا بعثت برسالة بأن هناك أطراف وجوانب لا تريد لإقليم كردستان أن يكون الغاز على أرضه بديلا للغاز الإيراني. طيب لماذا لا نفتح الحوار حول هذا الموضوع ونتوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف؟ أصداء زيارة أردوغان تحدثت عنها قبل قليل، في أول جملة قالها مسؤول فرع حزب العدالة والتنمية في مدينة ديار بكر عندما استقبل وفد حكومة إقليم كردستان بأننا تعجبنا من طريقة البروتوكول والزيارة أو الاستقبال من قبل حكومة إقليم كردستان للرئيس أردوغان، وهذه المسألة وضعت الجميع على المحك بأنه عندما تكون هناك هذه الاحترافية في هذا الأمر البسيط فكيف بالاحترافية السياسية في المسائل الأخرى؟ طيب هناك سؤال مهم يطرح نفسه دائما في العلاقات الإقليمية بين العراق ودول الجوار، لماذا دائما العلاقة يجب أن تكون على أساس أن تخضع لي أو أخضع لك؟ حرب 8 سنين بين الجانبين العراقي والإيراني حصدت 1,000,000 روح وحصدت الكثير من المسائل التي لولاها لكان العراق وإيران في مصاف دول متطورة كثيرا لما تمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية. هناك مشتركات كثيرة بين كردستان وإيران، هناك حدود، هناك مسائل. يعني تصور عدي في منطقة هورامان يعبر الكردي إلى مناطق ضمن الحدود الإيرانية بدون جواز سفر، هناك علاقات قرابة بين الجانبين، هناك جزء من كردستان ضمن الدولة الإيرانية. طيب لماذا لا نستغل هذه المسائل ونتحجج بمسائل وجود إسرائيليين وغير إسرائيليين، في حين أنه قبل فترة اعتقل شخص ضمن الإطلاعات الإيرانية كان جاسوسا للولايات المتحدة الأمريكية، وقبل أقل من سنة مسؤول الملف الإسرائيلي في الإطلاعات الإيرانية كان شخصيا جاسوسا لإسرائيل باعتراف أحمد نجاد الرئيس الأسبق شخصيا. إذا بكل صراحة نعم، إقليم كردستان دائما كان سباقا لهذا الموضوع حتى قبل أن يتواجد إقليم كردستان ضمن الدولة العراقية. نتذكر جيدا كيف عبر الرئيس مسعود بارزاني بحورا من الدم وتوجه إلى بغداد واجتمع مع صدام حسين، والجبهة الكردستانية اجتمعت مع قيادات حزب البعث في ذلك الوقت، وكانت هناك كل الظروف متاحة لوجود اتفاقات ولوجود مفاوضات. لماذا اليوم عندما يكون لإقليم كردستان هذه القوة السياسية العفو والدستورية لماذا لا يبادر إلى هذا الحوار؟ وهذا ما يريد أن يفعله.